يتحدث هذا الشيخ عن معاناته مع الوباء الذي أصيب به رغم كل الاحتياطات، وأغلقت مدارس بسكيكدا رغم كل ما تشاهدون، لأن الوباء متواصل والوضع خطير، رغم تأكيد الجهات الوصية عن جاهزيتها لكل الظروف. وضع الوبائي على مستوى الولاية اليوم لو طو دوكيباسيون ولاية إلي 28، دونك نلخصو أن المستوى الوبائي على مستوى الولاية هو في استقرار. إذا نحن نطالب من خلالكم ومن خلال كل الموجودين حولي الآن، ندعو الناس وندعو المواطنين لاحترام الإجراءات الوقائية. أغلقنا بعض المؤسسات التعليمية، ليزونكيت مازالت متواصلة على كل حال في كثير من المؤسسات التعليمية، وإن تتوفر كما ذكرنا حسب الانستركسيون مينيستيريال يتم الغلق، اقتراح الغلق للسيد الولي، وتم غلق المؤسسة التعليمية. بالنسبة لكل باراميديكال دو سكيكدا سجلنا 4 حالات بوزيتيف افيك 6 سوسبي، دونك اقترحنا الغلق على السيد الوالي واغلقنا ليكول باراميديكال. المرابطون في الخط الاول من الحرب ضد هذا الوباء يدقون ناقوس الخطر، لان عدد الاصابات فاق كل التوقعات ولا حل سوى تضافر جهود الجميع. بالنسبه للموجه الثانيه هذه سجلنا عدد كبير من الحالات، و نطالب من المواطنين يديوا الواجب تاعهم من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائيه. نوجهوا من هذا الفرصه نداء للمواطنين انهم يساعدونا في المهمه تاعنا، ما يضغطوش علينا بزاف، خاصه لي فيزيت يحاولوا ما يجيوش للسبيطار، وكي يجيو للسبيطار لكان تحتمت الضروره يجيو للسبيطار يلتزموا بشروط الوقايه. تسجيل ارقام قياسيه في عدد الاصابات بفيروس كورونا لا يمكن مجابهته فقط بالامكانيات الصحيه، بل للوعي الجماعي دور كبير في ذلك.